احلى تشكيل من ابو هديل. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافيه ابو هديل، شغل فاخر من الاخر. الله يعطيكم العافيه يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا هلا والله مرحبا. فعاليه مميزه اليوم، فعاليه مكين في زاويه الملايين. الله يحييكم، وعندنا الشيف ابو هديل. يا مرحبا. مرحبا، كيف حالك؟ ساك طيب؟ وش اطباقنا اليوم يا ابو هديل؟ اليوم عندنا لحم حاشي شعبي. ما شاء الله. وعندنا دجاج على شوايه الصحراء البوسنيه. ما شاء الله تبارك الله، شغل شعبي. شغل شعبي فاخر من الاخر. الله يسعدك، الله يرضى. وعدنا بشغل ان شاء الله، شغل مره. ما شاء الله تبارك الله، تابعونا خليكم قريبين. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وش نبدا فيه؟ نبدا باللحم. اللحم، 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 وبعدين تضيف، وبعدين المويه. نضيف المويه كذا. بنخلص بكره يا شيفنا؟ لا لا لا، كذا نرمي على طول. يا ما شاء الله، الان بنضيف المويه. وبسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، الان نقفل عليه. نقفل عليه بعد ما يشيل، يطلع الزفر. نشيل الزفر برا. الحين نركب الدجاج في السيخ الشواية. والحين بنشيل الزفر. بعد ما شلينا الزفر نعمل البصل، وبعده طماط، بهارات صحيحة. اللي هو فلفل اسود، هيل، كزبره، مسمار، ليمون اسود، دارجين، ورق غار، كمون. نحمل الكمون معها. بعد ما حطينا البهارات نعمل القسطير. الفايده في القسطير يكتم اللحم، واذا انكتم اللحم ينجح سريع. وعلى الشوايه، على الشواية. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة، أول هذا ركب. يلا ركبه. بسم الله. يا سلام، اصبر. أيوه. بس. بسم الله. بنخليه على راحته. الحين بنسوي مرق خضار. مرق خضار. زيت زيتون. بعد زيت الزيتون نعمل البصل. نحمر شوي. بعد ما احتمس البصل نطرع الطماطم. نطرع المويه الحار، لازم تكون المويه حاره. بعد ما نعمل المويه الحار نطرح الخضار. الحين بننزل الكمون، بعد كركم، بعد شوي ملح. والحين بنغطي عليه لمدة ساعة. شخلنا المرق حق اللحم، وعملنا الفلفل الحار، بعدين نكب الرز. بسم الله. والحين القرع والكوسه. القرع والكوسه والفلفل حطيته من اول. الفلفل والليمون الاسود. واخر شيء، اخر شيء الكشنه. الكشنه، الكشنه. يلا نقول بسم الله. بسم الله. الكشنه بدك تاكلها كذا والله. ما شاء الله. يلا 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 يلا. طبعا كشنتنا حاطين زبيب وبصل. زبيب وبصل. بعد ما نطرع الكشنة الحين نكتمه، نقفله بالقسطير عشان ينكتم. يلا ها ها ها، لا وخلاص. الحين بعد ما قفلناه، بعد ما نقفل عليه 25 دقيقة. 25 دقيقة نار، نار هادية، هادية مرة، هادية. الله تبارك الله، شوف من استواء الزايد مره، شوف كيف طاحت علينا. ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء شيء كذا. خلاص اكتفينا. بسم الله الرحمن الرحيم.
شوف 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 شو كيف. يا سلام، شيء ما شاء الله تبارك الله جاهز. شوف شوف شوف، اقرب 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 هنا، اقرب هنا، انا بتلقف شوي. شوف 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 شوف، فاخر من الاخر ما شاء الله. سلام. بسم الله. الله يعطيك العافيه ابو هديل. الله يعافيك. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. صراحه شغل. شوف شوف شوف. ما شاء الله يعطيك العافيه. ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام عليك. احلى تشكيل من ابو هديل. بس ما ترك، نبغى تركب على زاويه الملايين. ايه مكين. مكين زاويه الملايين. يا سلام يا سلام. زاويه الملايين. يلا 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 الكشنه 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 الحين. الكشنه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا جيب جنان. بسم الله، هذا اللحم الحاشي. الله تبارك الله. هذا خلص؟ هذا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيك العافية. يا سلام يا سلام يا سلام. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية أبو هديل، شغل فاخر من الآخر. الله يعطيكم العافية يا شباب. اليوم مكين في زاوية الملايين. يا مرحبا فيكم والله. وهذا حسابنا على سناب شات وفي يومياتنا، وبإذن الله تجدون ما يسركم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلون الجرس ليصلكم كل جديد. تضعوا لايك وبدعمكم نستمر.